أنا بنبلغك عشان انتي معانا، فلازم تبقي عارفة اللي بيحصل. أنا يا أختي مش قادرة ندوس برجلي على الأرض. ابقي تعكزي عليا، بس لازم تحضري موتها عشان الرجالة يطمنوا ويعرف انك مش هتنطقي. آه ده الغرض، عاوزيني وياكو عشان نقفل حنكي. بقيت بنخاف منك يا ريا. يا حبيبتي أني بندور على المصلحة. قال لها المساغ بتاع الحرمة هيتقسم علينا احنا الست. الجماعة دكي جوزك اهو راح ورهن هدوم، واحنا هنطردوا من المطرح عن قريب، معناش حق الأجر. ورجلك اللي لسه عايزة مصاريف، يعني انتي لو قالولك نقطعولك رجلك ولا نقطعوا رقبة الحرمة هتقولي لهم رجلي رجلي؟